أولاً تحية نضالية من داخل إطارنا العتيد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. يوم 16-17 من شهر مارس تعرضنا لعنف وقمع من طرف القوى الأمنية التي سلطت علينا بالعاصمة الرباط، حيث تم ضربنا وشتمنا وسحلنا، وهناك من تم الاعتداء عليه بالسب والقذف والشتم داخل المخافر الشرطة. في الحقيقة هذا يشكل اعتداء على حقوق الإنسان التي تتبجح بها الدولة المغربية، يجب إعادة النظر في هذه النقطة. بالنسبة لهذا الشكل الاحتجاجي الذي ترونه اليوم يأتي نتيجة وكرد على ما تعرضنا له في مدينة الرباط، وكذلك استمرارا لمعركتنا النضالية التي نطالب من خلالها بإدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية. بالنسبة هناك إشاعات تقول بأن هناك من الأساتذة ومن المدراء والأطر الإدارية وكذلك التربوية تقوم بتحريض التلاميذ على مساندة الأساتذة، هذا غلط وهذه منكر من المغالطات تمارس علينا، لأن الحركة التلاميذية تعود من جديد، ونحن نعرف أن الحركة التلاميذية لها تاريخ داخل مغربنا الحبيب. بالقمع الذي مورس في حقنا بالممارسات الوحشية للمخزن وبلطجيتها التي استعانت بها من أجل الضرب والرفس في الأساتذة كما لاحظتم في الرباط. نحن اليوم ومنذ 2018 ومنذ تأسيس التنسيقية ونحن نطالب بمطلب واضح لا لف ولا دوران فيه، وهو مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ولا زلنا صامدون في هذا الأمر، لأن التعاقد هو بند من البنود التي تضرب في الوظيفة العمومية وتزحف على مجموعة من الحقوق للشعب المغربي التي لطالما ما ضحى من أجلها وسفكت دماء هذا الشعب الجليل من أجل هذه الحقوق، ولعل آخر هذهم الشهداء هو شهيد يعني التنسيقية الوطنية للأسد الذين فرض عليهم التعاقد حجلي. أما فيما يتعلق يعني بالذباب الإلكتروني الذي يدعي ولا الذي يريد أن يسوق صورة للشعب المغربي على أننا ندعو التلاميذ إلى الاحتجاج، لا أبدا ثم لا، نحن نرفض هذا الأمر ونرفضه بتاتا، بالعكس نحن ندعو تلاميذتنا إلى التركيز على دراستهم وإلى الجدية والمثابرة، ونحن اليوم من أجلهم نتواجد هنا ونتواجد في جميع شوارع هذا الوطن الجارح، بمعنى أن تلامذتنا اتخذوا قرار لأنفسهم، نحن لم نعلم بذلك إلى أن وجدنا
مجموعه من التدوينات يعني بين التلاميذ تدعو الى الاضراب والى التضامن مع الاساتذه، وهذا يعني ليس عيبا لان مجموعه من الفئات الشعبيه تضامنت مع الاساتذه بما في ذلك النقابات والمنظمات الحقوقيه والمدارس العليا للاساتذه والطلبه الى ما غير ذلك. يعني ننفي هذا الخبر، نعني هذا ننفي هذا الادعاء نفيا قاطعا، لا يمكن ابدا للاستاذ ان يكون بنضج يعني بأن يكون مربيا وأن يطلب من تلميذه وهو تلميذ قصير في آخر المطاف أن يخرج للشارع أبدا. نحن صامد في هذه المعركة، نحن أقوياء وسنصارع وسنناضل وسنكافح إلى آخر رمق من أجل تحقيق الإدماج ومن أجل الحفاظ على المدرسة العمومية وعدم خصوصتها. والتحية النضالية. هذا الشكل النضالي اليوم تناخذه في مدينة سطات كمكتب إقليمي للتنسيقية الوطنية للأساسي الذين فرض عليه التعاقد، جاء مباشرة بعد المجزرة التي ارتكبت في حق الأساسيدة بالرباط. المجزرة اليوم اللي تعرفوها المغاربة كاملين اللي كانت عبارة عن مجموعة من التضييقات والتنكيل والتحرش بالأستاذات وكذلك سرقة الهواتف ديالهم. للأسف اليوم الدولة لمدة 4 سنوات ما لقات حتى شي صيغة أخرى أنها باش تحاور مع هذه الفئة. المقاربة الأمنية هي الوحيدة اللي من نهار خرجنا للشارع أننا تنطالبوا بالمطلب ديالنا العادل والمشروع، كاينة مقاربة وحدة اللي تتنجاها الدولة هي المقاربة الأمنية والقمعية. مجموعة من الأمور للأسف اللي ولينا تنشوفهم أنها تتنجم الدولة كذلك، هو مثلا في الاعتصام ديالنا الأخير في الرباط الدولة تستعين بالبلطاجة ومجموعة من الأفراد زي مدني اللي جاو تعدوا على الأساتذة وتعدوا على الأستاذات. اليوم كاين واحد الإشاعة أخرى هو أنه اليوم الأساتذة كيحرضوا التلامذ باش يخرجوا الدار والشارع. اليوم راه عندنا مواقع التواصل الاجتماعي وكل شيء تبارطاجا في المواقع التواصل الاجتماعي، وهذاك التلميذ حتى هو عنده فيسبوك وتا هو شاف الصور وتا هو شاف الفيديوهات اللي فيهم تعرض الاستاذات ديالهم والاساتذه ديالهم للتنكيل والتضييق والضرب بالنصوصه والضرب بالشمالات. راه حتى هو استاذ وحتى هو تلميذ وحتى هو غيدافع على الاستاذ ديالو من واحد المنطلق ديالو. ما يمكنش اننا اليوم اننا نركبوا على هذا. حنا كناخذوا النضال ديالنا 4 سنوات وبعمرنا دخلنا التلامذ ديالنا في النضال ديالنا. اذا هذه كذلك اشاعه بغى يطلقها وطلقها الدوله على هذه الاساتذه. حنا ما عندنا حتى شي علاقه بخروج التلاميذ للتظاهر والتضامن مع الاساتذه ديالهم. وعلى مر التاريخ وعلى مر الزمن كانت عندنا في المغرب كانت عندنا في بلادنا واحد الحركه تلاميذيه، اذا هذا الشيء ماشي جديد. حنا النضال ديالنا راه كناخذوا لمده 4 سنوات كاساتذه فرض على التعاقد، ومن هذا المنبر ديالكم تنقولوا كنوجه واحد جوج رسالات لصناع القرار انهم الا كانوا باقيين شي حكماء في هذه البلاد انهم يتحاوروا مع هذه الفئه لما فيه الصالح للبلاد ديالنا ولما صالح لما فيه الصالح لجميع الاطراف. اذا جوج رسالات غنوجههم للدوله والمسؤول. اولا الاستاذ خط احمر، وداك الشيء اللي وقع في الرباط ما يمكنش نسكتوا عليه وما عمره غيسكت عليه وسوف وغادي يبقى مدون في التاريخ. والرسالة الثانية هو أننا كأساتذة راه ما نفاكيش على الإدماج في تلك الوظيفة العمومية حتى الموت. هذه الرسالة الأخيرة. وتحية نضالية لجميع الأساتذة والأستاذات والأطر التربوية. اليوم الحمد لله أنه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ردات واحد الوحدة الشغيلة التعليمية، واليوم راه كتشوفوا واحد العدد كبير اللي خارج يحتج. كنتمناو ان هذه الوحده والتضامن والصمود يبقى ما بين الشغيله التعليميه حتى تتحقق المطالب المشروعه والعادله ديال جميع الفئات اللي كينتميو للقطاع التعليم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.